حقيبة أخبارنا التقنية اليوم مليانة تحديثات، آخر الأخبار من سامسونج عن هواتف الفولدبل 6 والجديد عن خاتمهم الذكي ومميزاته، ومصيبة جديدة توقع على أبل، غرامة مالية كبيرة. خليكم ويانا للتفاصيل. أني أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن فألوان هاتف الزي فولد 6 وكذلك ألوان هاتف الفليب 6 تم كشفها. روس يانغ المسرب الشهير والموثوق صاحب السجل الحافل بالتسريبات الصحيحة كشف أنه هاتف الفولد 6 راح يتوفر مع 3 ألوان واللي هي الدارك بلو، الأزرق الغامق والوردي الفاتح وكذلك الفضي. وهذه الألوان راح تنضم لها مجموعة أخرى من الألوان الحصرية فقط على موقع سامسونج للطلب أونلاين، وهذه أول مرة نشوف بها اللون الوردي على هواتف الفولد كلون أساسي. وبالنسبة للون السيلفر فهذا على الأرجح حيكون لون التايتانيوم الطبيعي، راح نتأكد من هذا الشيء بالأيام القادمة إن شاء الله. بنفس الوقت فهاتف الفليب 6 قادم مع الألوان الأساسية الأربعة التالية: الأزرق الفاتح، الأخضر الفاتح، الفضي والأصفر. أشوف خيارات الألوان الأساسية حالياً على الفليب 6 أفضل من الخيارات المتوفرة على الفولد 6. على أي حال فإذا فاتتكم المعلومة، هاتف الفليب 6 ما راح يجي مع تغييرات بالديزاين، بينما هاتف الفولد 6 راح يجي مع أكبر تغيير واللي هو التحول إلى البوكسي ديزاين، تصميم الحواف المربعة بدل الدائرية. والشيء المثير أكثر عن الفولد 6 هو احتمال توفر نسخة خاصة منه عالية المواصفات تحت اسم الألترا مثل ما عودتنا سامي مع أعلى أجهزتها، وهذه النسخة قادمة على الأغلب مع كاميرات أفضل وممكن حتى مع قلم مضمم بنفس الهاتف. ولكن إلى الآن هذه الأخبار غير مؤكدة رسميا ونحتاج المزيد من الوقت للبت بيها والتعرف فيما لو كانت الشركة راح تختار أن تطلق النسخة الثانية من الفولد كنسخة ألترا أو نسخة اقتصادية بسعر مخفض. فخلوني أعرف شنو اللي تفضلوه حاليا. تريدون نسخة عالية المواصفات مع كل شيء تحبوه على الهاتف ولكن بسعر أغلى، أم تريدون نسخة اقتصادية من الفولد مع سعر مناسب لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من المحبين لتجربة الهاتف؟ خلوني أعرف آراءكم بالتعليقات. مصيبة جديدة وقعت على أبل، حيث يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض أول غرامة لمكافحة الاحتكار على شركة أبل، بالإضافة إلى حظر قواعد متجر التطبيقات أبل ستورز اللي يعتقد التكتل الأوروبي أنه هي تحبط المنافسة، وفق صحيفة فاينانشال تايمز. ومن المتوقع الإعلان عن الغرامة البالغة 500 مليون يورو 539 مليون دولار حسب ما نقلت الصحيفة قريباً، وكان من الممكن تغريم شركة أبل ما يصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق لرويترز على تقرير الصحيفة، وكانت اتهمت الشركة العام الماضي بانتهاك قانون المنافسة في سوق خدمات بث الموسيقى اللي تقدمه من خلال قواعد متجر التطبيقات تطبيقات أبل اللي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى. وأثير التحقيق بسبب شكوى بسنة 2019 من شركة سبوتيفاي تكنولوجي السويدية، واللي صرحت أنه هي اضطرت لزيادة سعر اشتراكها الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بقبضة أبل المزعومة على كيفية عمل متجر التطبيقات. وللتوضيح فبأوائل عام 2022 بدأت أبل بالسماح لسبوتيفاي وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل بالاشتراكات، وهذا يتجاوز خفض إيرادات أبل بنسبة توصل لل 30% ويمنح المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك. ولكن سبوتيفاي ردت على أبل أنه القيود لا زالت قائمة وأنه التغييرات كانت للعرض فقط. كلاسيك أبل مستمرة دائما وأبدا على همها الوحيد وهو ربح الأموال بأي شكل من الأشكال وبدون أي خطوط حمر. إذن فشركة سامسونج رسمياً كشفت ولو بصورة جزئية عن أحدث منتجاتها التقنية السمارت رينج، الخاتم الذكي. ولا مجا يتكلم عن الثواني القليلة اللي ظهر بها الخاتم بحدث الأنباكت الأخير الخاص بهواتف S24، لأن هذه المرة سامسونج قدمت الخاتم بشكل كامل تقريباً وكشفت عن معظم خصائصه، وما زال هذا الكشف غير مكتمل الصراحة لأنه الإعلان الرسمي حيكون بشهر 7 جولاي القادم مع حدث إطلاق هواتف الفولدبل 6. ولكن الآن قدموا معلومات جيدة عن المنتج وخلونا نكشفها لكم. إذن فهذا هو الشكل الرسمي اللي راح يجي به خاتم سامسونج الذكي، واللي حقيقة يبين قريب جدا من شكل خاتم الأورا رينج، ولكن مع ديزاين أبسط وأجمل ولمسات فنية عليه بحيث تحميه من الخدوش العرضية المفاجئة.
وراح يتم تقديم الخاتم مع 3 ألوان: السيراميك بلاك الأسود، البلاتينيوم سيلفر الفضي، إضافة إلى اللون الذهبي. أما بالنسبة للأحجام فرسمياً حيتم تقديمه بالقياسات الأمريكية من 5 إلى 13، وبداخل الخاتم رمز القياس من S small إلى X large. والشيء المثير للاهتمام أنه حجم البطارية على الخاتم راح يزداد بازدياد حجم الخاتم، كلما كان الخاتم كبير تكون البطارية أكبر. أصغر خاتم السمول يجي مع حجم بطارية داخلية بال 14.5 ملي أمبير، بينما أكبر سايز الإكس لارج يجي مع بطارية بحجم 21.5 ملي أمبير، وما ويانا أي معلومات تفصيلية عن نوع البطارية أو عمرها. وبالانتقال إلى الأوزان الخاصة بالخواتم، فأصغر خاتم يكون وزنه 2.3 غرام، وأكبر خاتم الإكس لارج وزنه 2.9 غرام. وللمقارنة فقط، فوزن خاتم الأورا هو بين 4 إلى 5 غرامات. الآن خلونا نتكلم عن شنو ممكن يقدمه خاتم سامسونج. الشركة قدمت تطبيق صحي جديد تحت اسم My Vitality Score، واللي هو مستوحى من فكرة ومودل من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا التطبيق حيتابع كل الأمور المهمة لصحة المستخدم، حيتابع النوم، الحركة والنشاط، معدل الضربات وصحة القلب، وكل شيء آخر مهم لحياة صحية، ويمنح المستخدم نظرة شمولية وعامة عن صحته وطاقته اليومية الجسدية والعقلية، ويقدمها على سكيل من 0 إلى 100%، كلما كانت أكبر كانت أفضل بكل تأكيد. وبالمناسبة هذا التطبيق الصحي الجديد My Vitality Score قادم أيضا لساعات سامسونج الذكية من سلسلة الواتش 6 بوقت متأخر هذه السنة، وممكن بعدها يوصل إلى سلاسل أخرى من الساعات. ولكن بكل الأحوال فالمستخدم راح يحتاج إلى أحد هواتف سلسلة S24 حتى يعمل التطبيق عليه بكل وظائفه. مستخدمي خاتم سامسونج الذكي راح توصلهم معلومات وتيبس على شكل معين باسم البوستر كاردز، اللي تمنحهم نصائح دورية بناء على المعلومات اللي تم جمعها لكل مستخدم على حدة. سامسونج أيضا وضحت أنه هي راح تسوي اقتران شامل بين الخاتم وعمله ووظائفه، وبين الساعات الذكية، من أجل الوصول إلى مستوى متقدم ومتطور ودقيق بحساب المعلومات الصحية للمستخدمين ومتابعتها على مدار الساعة. الآن سبق وذكرنا أنه ساعة الوات 7 حتكون الأولى بالعالم القادمة مع تقنية تتبع السليب أبنيا، واللي هي حالة تصير لبعض الناس خلال النوم بحيث يتوقف النفس للحظات ويرجع بعدها من جديد، ممكن تتطور إلى حالات خطيرة تأثر على حياة المستخدم. فسامسونج أكدت أنه الخاتم الذكي أيضا رح يجي مع القدرة على تتبع هذه الحالة أيضا. ومثل ما ذكرنا سابقا، فبالإضافة إلى هذه المميزات، الخاتم رح يكون محمل مع كل المميزات الصحية المتوفرة على الساعات الذكية، مثل احتساب معدل ضربات القلب ومعدل التنفس والنوم والحركة، إضافة إلى القدرة على الدفع الإلكتروني بالدول الداعمة وقياس الـ ECG، تخطيط القلب الكهربائي وغيرها المزيد. الأمور اللي تم ذكرها من سامسونج حاليا هي مجرد رؤوس أقلام، وبانتظار الكشف الرسمي بشهر 7 القادم إن شاء الله للتعرف على كل شيء متعلق بالسمارت رينج. وحتى لا أنسى، فالخاتم رح يعمل بوقت إطلاقه فقط على هواتف الشركة، وبعدها ممكن يوصل إلى بقية هواتف الأندرويد. ومستمرين بمتابعة الأخبار وتحديثها وياكم أول بأول، فخليكم دائما ويانا. وخلص هذا كان كل شيء بفيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق، وفعلوا وياكم جرس التنبيهات حتى تكونون ويانا على طول أول بأول مع كل الفيديوهات الجديدة اللي ننشرها. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. سلام.